السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي برشلونة اليوم أمام نادي فياريال، مباراة في الجولة السادسة من الدوري الأسباني. فياريال في مواجهة برشلونة بإذن الله تعالى. المباراة معادها الساعة 7:30 مساء توقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 6:30 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4:30 عصر مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة ناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 3 الثالثة، والمعلق علي محمد علي. ملعب المباراة ملعب لا سيراميكا. الجولة السادسة من الدوري الأسباني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.